اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ورحبوا بكم واجمل الترحيب، واتمنى لكم نهارا ويوما سعيدا ان شاء الله. حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس على زاغروس تي في كل يوم. بصراحه تواجدنا اليوم في اغلب الاماكن اللي نزورها وفي اغلب المناطق اللي نزورها ونسولف وياهم بطبيعتهم بواقعهم اللي موجود، يعني نقدر نقول لامس الوضع الواقع جدا بهذا البرنامج. وهذا البرنامج هو متاح للأخوة مواطنين الأحبة أن يعبرون ما بداخلهم ويعبرون عن آرائهم بشكل منصف، بشكل واقعي، بشكل منطقي. عادة في المناطق الشعبية اللي ممكن اللي تكون دائما زيارتنا لهم ودائما تتلخص بعدة أمور، ضمنها الخدمية، ضمنها الواقع التعليمي، الواقع الصحي، نتناول عدة جوانب بهذا البرنامج بصراحة. يعني بس المصيبة هي حد اليوم ما حد خابرنا من الأخوة وقال يابا ترى تشرفونا وتنورونا منتجونا داخل مؤسسة حكومية نقدم بيها خدمة للناس. قلة إلا ما ندر، كل الأخوة المرور أكثر ناس يخابرونا بصراحة، وبعض الدوائر الحكومية اللي بصراحة ممنوع الدخول كاميرا، ممنوع نهائيا، وكأنه أنت داخل في ثكنة عسكرية مثلا، داخل في مؤسسة استخباراتية إلى غيره من الأمور. فبصراحة صارت صعوبة أن واحد ينطيكم الملخص عن أنا هواي توصل الدوائر، هواي توصل مناشدات الدوائر الحكومية، وبصراحة أحتذر لهم أقول لهم صعب الدخول. يابا تمو عندك برنامج وتشتغل بالقناة وشوية يحبونكم. لا عمي، ما يحبوننا لأنه نطلع الواقع اللي تعيشه هذه المؤسسات، فما يحبون. يمكن مرة مرتين صارت وبعدها صار عندنا ممنوع، فلذلك أنه تصير صعوبة تواجدنا بهذه المؤسسات. عموما نرجع إلى حكي الوادم اليوم وحكي الناس اللي موجود بهذه المنطقة الجميلة، منطقة أنا زايرها هواية، منطقة بسيطة بأهلها وناسها، هذه الطبقة اللي تعيش يوم بيومه، هذه الطبقة اللي مرت عليها الظروف الصعبة ومشت وعدت، والناس اليوم في هذا المكان في بغداد جديدة سوق الشهداء حال أسواق البقية الأخرى، الأسواق اللي تمر بهذا الظرف الصعب. يمكن هسه أي واحد نسولف وياه يقول يابا ترى احنا بهذه المنطقة ما نشتغل، ترى سوقنا تعبان، سوقنا واقف، ما بي شغل، ما بي حركة بيع وشراء. إضافة إلى هذا هو موضوع الدولار اللي أخذ جانب صعب جدا من المواطنين، إضافة إلى أنه أطفالنا هاي الطفولة فتح عينه لقينا عينه بالشارع بالسوق يتسول، والأب أيضا بمشكلة، والأهل العائلة جزء من المشكلة أكيد. بس المشكلة الأساسية هي أنه الحالة الاقتصادية، ولا ما ممكن ترى مو هينة على الأب يطلع ابنه بهذا الظرف وصعوبة الناس وصعوبة الوضع الاجتماعي اللي موجود، ويكون قساوة الظروف ويكون متيه ابنه بهذا المحترك حتى الناس تاخذ نظرة مثلا عنه او تحاكي او يجيب طارية او سمحته. عموما في بغداد الجديدة وتحديدا يعني الأمين، هذا السوق واحد من الأسواق المهمة، حركة السوق دائما احنا نكون بيها بصراحة بهذا الصور، ونتحدث مع عدد من المواطنين الأحبة، الشغل، طريقة العمل، الوضع العام. وعادة تكون هي هذه الأسواق شوية نقدر نقول شوية تشتغل، هذا المخضر واللي مسواق اليومي نقدر نقول شوية مشي حاله، في بعض الأحيان مشي حاله، لكن
اكو ايام تمر عليهم يقول لك ما استفتح، يعني انا ابيع طماطم وبصل وخيارات وبوتيتات وما مستفتح، هذا صعب. لا هو المشتري المواطن عنده القدره انه يشتري. شوف وصلت القدره وين بينا، وصلت الحاله ما مرت علينا قبل نهائيا، وصلت المستوى صعب جدا، صعب جدا صارت لقمة العيشة، وهذا هذا واقعنا. هسه يمكن واحد من الناس ما يرضى من يسمع هذا الكلام، لا عم الناس عندها فلوس وخيرنا، لا انت من تنزل للواقع اللي موجود اطب بيوت الناس وشوف وتوصلهم وتسولف وياهم، لا يختلف الوضع. يمكن الصورة العامة يمكن صعوبة صارت طلب الرزق، صعوبة الوصول، لكن من توصل إلى الناس وتشوف الحال لا يقول لك الحال هذا ما صاير قبل. عموما هذا حركة السوق، طبعا حركة السوق بشكل يعني واضح وبشكل مباشر حركة السوق البسيطة الآن، ونقدر نقول نسميها أنه هو هذا السوق الرئيسي، وبالتالي يعني تشوف أنه ضروري جدا ضروري جدا الالتفات إلى هذه الشريحة والناس اللي تعبوا كل هذه الفترة حتى من أجل عيشهم. نعم خلنا نتفضل وأنا علاو نتمشى بهذا الاتجاه. طبعا أيضا هذا السوق هو شارع رئيسي لكن هو مو جديد أنه أصبح سوق، وعادة الأسواق اللي أصبحت في كل مكان وأصبحت متاحة لكل الأخوة يشتغلون ويقدمون خدمة للناس بالإضافة إلى أنه عمل. السلام عليكم، شلونك حب؟ شو أخبار أخوي؟ قواك الله. لا والله حيلة. شلون عافيتك؟ ها تاخذ راحتك؟ خذ راحتك، خذ راحتك حبيبي، خذ راحتك. لا عاد ها سنونك واقعة. هذه اللقطة طبعا أغلب الأفرع اللي كانت في بغداد جديدة هي أو في الأمين اللي صارت هذه الأسواق، يعني لكثرة البطالة طبعا الشباب البطالة، وأيضا لكثرة المشاكل اللي موجودة سببت أنه لازم الشاب أو الشخص يفتح له مشروع على قده ويعيش منه قدر المستطاع. هذه الصور، هذه حركة المنطقة بشكل أو بآخر، لأنه بصراحة هذه المنطقة هي تجارية. خلينا نشوف بعض المواد الغذائية اليوم. السلام عليكم. الله يساعدك، شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ جيناك بسكوت مو؟ شلونك زين؟ من أخبارك؟ ها؟ هسه بدي نسألك على المواد الغذائية أسعارهن؟ لا لو ما تقدر، خذ راحتك، خذ راحتك حبيبي، خذ راحتك. شلونك قلب؟ شو أخبارك؟ بعيد علينا إذا ها تجينا منه. شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ قواك الله. شلون صحتك؟ والله حيلك، هلا بيك. الله يسلمك. الحمد لله، اهلا وسهلا بك. عادة دائما نتواجد بهذه المنطقة. اهلا وسهلا. اولا ناس يشتغلون على باب الله. الله يحفظك. ومنطقة بسيطة. الحمد لله. زين جزاهم الله خير. شنو اليوم الوضع الموجود بالسوق؟ والله الوضع وضعية تعبانة. اي زين، لأن احنا هسه ها أول شغلة هسه هاي مال التجاوزات. يعني احنا الباحه داخلين الدار، او مو الباحه صار لنا تقريبا اسبوع او اسبوعين يعني من مقتل هذا المهندس الله يرحمه، لحد الان سووا حمله على هاي ازاله التجاوزات وما اعرف شنو. احنا يوميا بايتين هنا بالليل، يعني اتوقع احنا الباحه بتنتين هنا. والله اجاك الذيب اجاك الواو، ما اقدر هسه انا هاي غراضي هاي هسه بسيطه كلها اشيلها واضمها واروح انام بالي مرتاح. اي لين حملات يجيك يقول لك، اكو مرات يطلعون بعض المقاطع على الفيس يقول لك احنا اعطيناهم من دار. نص هذا الحكي ما موجود، يعني هسه مثلا اذا رادوا يطلعون على اساس اليوم يطلعون علينا يمكن احنا. اي والله احنا الباحه هنا سهرانين والصبح جينا. سامعين خبر انتم شامين؟ هو الكل قاله، هو بدات الحمله من توفى هذا المهندس الله يرحمه لليوم. قالوا باي ساعه نجيكم احنا. بس اكو مرات مناطق لا، مثلا يجيك يقول لك مثلا ترى انا لك يومين ثلاثه. فرغ لي. الان ما اجاكم واحد؟ ما حد اجانا. قال مثلا ترى احنا بعد يومين ثلاثه نجي نطلع نفلش هيك. زين انت ما يخالف فلش، احنا هم الباحه طلع مهندس ما اعرف شنو بالامانه يقول اكو بسوق الامين، يقصد على هذا يعني
شارع مسدود نهائيا، بالفعل هو مسدود هذا الشارع، وشارع رئيسي لين يرتبط بالشبكه مال الكهرباء. بس انت اعطيني حل وفرغ الشارع، انت مو تجي تهدم لك يعني سقيفه انا مسويها بمليون دينار زين وتروح تعوفني بالشارع. انا حيدر. اي كرار ابو كرار، الله يحفظك. الله يعطيك الصحه والعافيه. هسه خلينا نسولف بالمنطق شويه. طبيعي انت هسه من ذاتك، من واحد مفتح باب محلك متجاوز، طبيعي ما تقبل. طبعا اكيد احنا متجاوزين وغلطانين، هذا الشيء احنا نعرف قرون بها طبعا، لان هو ترى يعني واحد مبينه. ليش ما تسوون بيناتكم، تتفاهمون بيناتكم وتحلون هالمشكله، بدل ما يجي الشفر وبدل ما تجي هاي الهوسه وتصير القوات الامنيه هنا تلتهي وياكم وتحلونها بيناتكم. تدري ليش ما نقدر نحلها بيناتنا؟ لان اول شيء احنا اصلا تكاتف ما عندنا. اصحاب محلات انا اقول لك شلون يعني. هسه مثلا احنا بالشارع اذا تباوع انت اكو ناس شي عابر على شي مغالب صايره زين. انت من اجيك انا اقول لك مثلا خلنا نرجع، راح يقول لك انا ما عندي بس هاي البسطه، وين ارجع؟ هسه مثلا هذا هنا وين يرجع مثلا؟ ايش راح تقول لي؟ راح تقول لي مثلا خلنا نشوف المساحه ورا السوق ونحط بيها شنابرنا ونفتح. مو ما حد راح يقبل، يقول لك انا جوا ما اشتغل. طارحين انتم؟ احنا اكو اصحاب المحلات طارحين. ما حد اجانا وطرح لنا مثلا، قال لنا مثلا هاي ساحه جراج، هذا وين نروح؟ يقول لك انا مو مشكلتي. ابو الامانه من يجيك يجي يفلش، ما يجي يعطيك حل، عنده اوامر. نفس العسكري يقول لك انا عندي اوامر، اليوم اطلع افتح شارع، شو اللي شغله بك؟ زين انا شحل، مشكله ام ريدي، مشكله سوق اليمين، مشكلة سوق الغدير، كلها منطقة ومنطقة. مو مناطق بيها اسواق وبيها اسواق وماكو بكانات. يعني هسه انت من تباوع تفتر بالمنطقة، وين يعني وين تودي هاي هسه تحسبن؟ زين هذا السوق بيه 1800 محل كلهم قبطة، وين يخلينا؟ فاحنا ما عندنا غير الشارع هذا اللي مأجر هنا غير محل؟ احنا اي هذا مأجرينه كل هاي تقريبا ايجار. اذا اجوكم البلدية قال لكم يا اخوان يا ابو كرار القضية ما راح توصل للتفليش. اي. وانت هذا لك مترين، متر ونص من المحل. اي. اهل المحلات يقبلون، انت تقبل؟ لا والله تشوف بس صعب. انا اقبل، بس تدري شنو؟ مثلا هسه انت جيت اليوم قلت لي حدك هاي البوستة. لا تنزل على الرصيف. رحم الله وديكم وخلف الله عليكم، وهذا فضل. مو؟ زين رحتوا انتوا. لبصفي راح ينزل. لبصفه راح ينزل يقول لك يا بتقول لي ليش مو احنا اتفقنا؟ يقول لك شعلي يعني انا والله اذا ما انزل على الشارع ما اشتغل. يعني هسه ما له حل ليش؟ ما له حل. ليش؟ لان احنا مثلا هنا أنا ما مصافين. اي يعني انا هسه مثلا من احكي ويا صاحبي اللي هو هذا اروح عليه ويجي علي اقول له يا مثلا احنا مو قالوا لنا رجعوا؟ يقول لي قالوا لك انت. انا ما اريد التزم بهذا انا ما اريد ينفتح يعني الشارع ما ينفتح. اها يعني معي كل. ليش؟ لان دائما تعرف انت اكو ناس تخالف، مو كل تمشي بال اي زين. هو يقول لك انا راحت البلديه، يجوز بعد اسبوع يجوني وجوز ما يجون. واذا عود اجى والله كريم هنا عندش كم حاجه اقدر اللي اطلعه واللي يروح بالخسائر يروح، ولا انت تغلبني تطلع قدامي. اي لا شلون هو هاي احنا هذا لا واحد يريد ياكل الله بصراحه. هسه حيدر انت يعني جاي تقول يعني ما حد قنعنا برزقه. أنا برزقه يعني أبد يعني مستحيل يعني شوف أنا هاي بسطيتي وعلى باب الله وأنا أريد أعيش منها، هذا ما تمشي. ما تمشي لأن تدري شنو راح يصير؟ مزاود بكل شيء مزاود. إحنا هسه بوضعية إحنا مزاود اليوم، أنت هسه مثلا حتى بالشارع مزاود. إذا نطلع بالسيارة أنت شلون هذا يطلعني؟ مو وشوف السرعة وأكو حوادث تصير من وايد. فاليوم كل من عين على رزق غيره. إي فهذا واقعنا يعني مع الأسف. أنا شاكر فضلك حبيبي صراحة كل الهيئات. أهلا وسهلا يا طيب حبيبي. الله يبارك لك ويسلمك. يمكن هسه حيدر من سولف إن هاي القضية سولفها بتفاصيل. هسه أكو هواي ناس يسمعونا وأكو هواي ناس هسه يمكن يوافقون ويوافقون رأي حيدر، بس تعال يقول هو أنا صعب أقنعهم، صعب أقنع اللي بصفه، صعب أقنع جيراني، صعب أقنع المقابيلي. وبهالحالة للأسف يعني هسه هو جابنا الموضوع التجاوزات اللي موجود. أنا ما بصراحة ما أرد أحكي به لأنه قضية صارت هي أساس القضية هي عدم تخطيط. يعني هسه أنا إذا أرد أحكي لازم أحكي مالت الله. قضاء يعني أساسيات القضية الحالية للتجاوزات وغيرها هي قضية حكومة وتخطيط.
في وقتها كانت الدولة ما مخططة ولا وضع استراتيجية حتى تمشي بها الحال، وأصبح التجاوز في كل مكان، في أغلب المكانات والمناطق اللي موجودة هي بها تجاوزات ولا راح تتوقف أيضا. ما دام ماكو حل وما دام ماكو تخطيط للمستقبل فهو هذا، هو هذا اللي بصراحة اللي ما ينحل. ما عندي تخطيط ولا عندي وجهة نظر ولا عندي رؤية ولا عندي طيب شلون أنا أحل مشكلة؟ أحل مشكلة تفاقمت من 2003 لحد اليوم. أحل مشكلة أنه صار لها بعشرين سنة. شلون أحلها؟ أحلها بطرق سليمة، أحلها بطرق منطقية. يمكن أنا ما عندي مشكلة بالتفليش، ما عندي مشكلة بالتفليش، بس أنت شوف لي الحل، شوف لي مكان يؤويني، شوف لي فرصة عمل، شوف لي الوظائف اللي جاي تنباع بفلوس، شوف منو اللي تاجر بيها، شوف لي المصانع ليش ما مشتغلة، شوف لي قضية التعليم، شوف لي قضية الصحة، وبعدين كل هذا نوفره للمواطن وتعال اقعد وحاسبه وجيب الشفر. سواء راح يزعلون بس هذا واقع. انت لا موفر له مية شرب، ما موفر له، تريده ما يتجاوز؟ طبيعي يتجاوز. عموما الله يساعدك حبيبي. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون احوالك؟ خلينا نقوم نوقف. بعدك شباب عمي؟ بعدك شباب، الله يعطيك الصحه والعافيه. والله حالي تعبانه، قاعد بايجار، عندي ثلاث جهال. الله يحفظك. اي والله زين. وزوجتي عندها هنا عظم طالع وراد العمليه وما حيساعدني. شنو عمليتها؟ زين، عندها عظم بالعصعص طالع. أيه. وما حد راجع بيها، الدكاتره غاليه، كل كشفيه وتعرف انت فحوصات وهذا سونار غالي يدون ملون. اي والله اشحذ منا ومنا ودبر المال اللي جاء. قاعد هنا غرفتين تعبانات، لا طباخ عندي لا قنينه عندي. زين، جابوا لي العالم، جابوا لي مبرده مزنجره وقفلوا واتر بام وكاتن الحر، وتعال شوف الحاله مالتي. الله يكون بعونك. أي. الله يكون بعونك. هسه احنا هاي المشاكل كلها نتحملها بس المريض ما يتحمل. اي والله طبعا. المريض شلون حلك وياه؟ ياخذ علاج، تشتري له علاج؟ لو ما 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 هاملها. لا والله. اي والله. شلون؟ زين، هاملها هاملها. وهو وديته يعني حتى هاي النائبه هنا صابرين مثل شو اسمه على الطريق هنا، شايت 40 كشفيه. أي. زين، ورحت هذا الدكتور المدير دكتور صحة بغداد. زين زين، قال لي جراحية، ساعة يقول لي كسور، ساعة يقول لي قلت لهم احس حصقتون لي اياها، خليت ورجع خدم خدمتك خادم الحسين. راح اعطيك تليفوني، مصطفى راح يعطيك تليفوني وتخابرني وان شاء الله اكو دكتور هو يقوم لك بالواجب. زين، احنا هذا اللي اقدر له. زين، المريض اذا يتعالج هاي كلها سهلة. هو اهم شيء المعالجة مالته. معالجته سهلة. اي والله. اي رحم الله. دزك الناس يتحملون. اي والله. يعني ما احترماتي اللي كم قالوا لي وما هملوني. لا انت تاخذ تليفوني هسه من مصطفى. أيوة. واحنا بالخدمه. حبيبي 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 اخوي. السلام عليكم. شلون اخوي؟ قواك الله حب. شلون عافيتك؟ والله الحمد لله. ان شاء الله زين. شلونك زين؟ والله داري اخوي داري هسه. ها؟ معامل؟ ايه معامل يختلفون غير عن التليفون طبعا. هاك عيوني. شلونك حبيبي؟ شلونك حبيبي؟ اخبارك؟ علمك اليوم شو ناعم؟ اي والله عجب. خشن غالي من جيبه، منطقتنا شعبيه والله. ما يمشي؟ لا مو ما يمشي، ثقيل، الدنيا حاره. ايه هسه هذا سوق الناعم. لا مو سوق الناعم، ماكو كبار اكو صغار، بس احنا شلون الطبقه الفقيره تدور ناعمات. تاخذين بسيط. أنا هواي جاي للسوق هذا وهواي يعني مسولفين بموضوعكم، يعني هواي وصلناه وهذا واجبنا. الله يبارك فيك ويسلمك. هسه شغلتكم انتم هسه السمك هم صارت على الدولار وغيرها طبعا. علق؟ ايه. ليش علق؟ العلف صعد. صعد الدولار. ايه العلف هي كل شيء صعد على الدولار. وشنو يعني الدولار هاي للمواطن لو ضد المواطن صعدت الدولار؟ سبجة تصعد ضد المواطن. سبجة يال ياخذها من اي والله لا هسه يقولون احنا على اساس نسيطر على او كان ب 120 نقول هسه ب 148
زين انا عندي مصرف لو عندي بورصه المن يرحن المالات الهم على صفحه مو لا لا الفرق الهم مين دا ياخذوا من جيبه ومن جيبك ومن جيب هالناس الفقره اللي ما عندها اي أيوة والله الله يساعد الناس اللي ما حبيبي الاخوان هنا حالهم حال اي واحد يعني بالسوق صارت العرباين وصارت العلاليق وصارت جد والله تقريبا هنا عندكم شباب يشتغلون هالقصه هالقصه اللي واي واي والله كثير يعني وعارف هسه انت باو هاي شباب هاي تكاتك كلها لا دارسه لا هاي يعني من الفقر يعني هذا بالتكتك يطلع من الصبح لليل نقول 20 15 الف لو لاقي له فد غير موضوع ما يجي للسوق انا واحد من الناس اذا قال هسه غير موضوع ما نفتح بنص الشارع مو لا لا فاحنا ضيم اي والله ودعتك تحياتي لك يا طيب الله يرزقك حبيبي الله يرزقك يا طيب هذه الصور احنا عاده طبعا الاخوه بهذه المنطقه طبعا يعرفون الحركه بايش ساعه تكون صباحيه دائما هذه المناطق الشعبيه في وقت الصباح هو اللي يكون الحركه اكثر للمواطنين وطبيعي انه بهذه المنطقه تحديدا في بغداد جديدة هذا موضوع التيك توك الان اللي اصبح يعني اصبح فريضه يعني فريضه على الناس هذه كل الصور هي من الواقع هي من الاساس المجتمعي للناس اصبح هذه حياه الناس الطبيعية وحركة الناس بكل المناطق أصبحت هذا التيك توك يعني مشكلة أكو بعض الناس يقولون سبب أنه هواية مشاكل والبعض الآخر يقول لا والله لأنه الناس هم ظلت تشتغل على باب الله وهم ظلت تعرف أن السوق والطرق العمل اللي موجودة بشكل أو بآخر في هذا تحديدا في هذه المنطقة الله يساعدك حمد شلونك شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. شلون احوالك؟ شلونك عيونك؟ تحت ان شاء الله. تحت رحمته ماشي. الحمد لله. والله الاخوان هالايام شو خشن الناعم يمشي اكثر، الخشن يمشي اكثر بهالمناطق، لو شنو السالفه؟ يعني العدل سمعت؟ لا هو اكو عالم طلب على الناعم، لا عالم على الناعم وعالم على الخشن. شلون وضع السوق اليوم؟ والله متهجول ها جاك الديب جاك الواو على مود البلديه واحنا تعرف شغلتنا. هي عايشين اليوم بيومه زين يعني مو بالبرلمان وراتبه من تشي اي هذا بالعربانه وبسطيه فما ياثر علي الشغله هاي الراتب يجي ورق يجي نظيف عدس يجي لك هيك بلوكات كلها نظيفه اي مو مثلنا يعني عايشين اليوم بلوكات لا خردك والله لا تجينا ارباع مشققه الحمد لله رزقك حلال او شكر حلال رزق بحلال الحمد لله والشكر اشكال ان شاء الله ان شاء الله يبارك فيك ويسلمك هسه مثل ما قلت انا قبل شوي حكيت ويا ولد حيدر حيدر صاحب محل ويقول انا هم ما نايم يعني سهران انا هسه مو شفنا ما مغمض والله ما نايم لانه ما اعرف اجوني ما اجوني هسه يجوني وبعد شوي وظالين يعني لا انتم هسه ما حليتوا الموقف بيناتكم وانتم تعرفون هسه صارت الحديده حاره مثل ما يقول مو صارت بالاسواق كلها واغلبها صحيح والشفر يطب وياكل القدامه كلها صحيح الاخضر واليابس اي صحيح حتى اللي ما متجوز هسه طاح بيها صحيح اي شلون انتم هسه حالتكم بيناتكم شلون؟ عندكم حل منطق بيناتكم لو ماكو عايفين؟ احنا يفلشون وراها نرجع ونروح. غير امر؟ لا امر. شلون؟ هي اقول لك هاي شغلتنا لو يفلشونا ونظل نتهجول فد ثلاث ايام اربع اسبوع ونرجع ونروح. لان هو قلت لك هو شغلته من تشي عنده راتب. احنا مينا لا راتب ولا اكو شيء بديل هو لهم هسه احنا اكو شيء بديل لا ماكو هو احنا عايشين على الله على هاي اليوم بيوم هذا بسطيته بيها خمس عوائل زين لا قعد لو فلشوا بسطيته وين يروح كلهم كلهم انا نفس الحاله ثلاث عوائل برقبتي اربعه والله برقبتي على هاي العربان عايشين زين لا عندنا موظف لا عندنا واحد متعين لا هاي زين لا راحت هاي العربانه وين اروح انا
غير شغله ما تقدر. من يعطيني؟ الكاظمي لو العبادي؟ ما حد. لو ميا انت تتوقع لو يجي بسراء يعطيني راتب نفس الشيء. انت جيب طاريهم هسه يمكن ذاك اليوم سمعت اللي قال الكاظمي يقول اهل البسطات ما راح يكون لهم موضوع بالتجاوز ورفع التجاوزات، يعني بس اصحاب المحال واصحاب المنازل، اهل البسطيات ما لهم علاقه. والله قربوا له. والله لا يعني مو يمنا الشغله، خلف الله علي ورحم الله والديه، بس لا الشغله يمنا لا والله نقلبها بكرك. مصيبة. والله يتبحوش يتبحوش. مصيبة. زين هسه قلت لك احنا شغلتنا ما عندنا يعني مثل قلت لك شغلة بديل غيرها. هسه مثلا ابو بسطية ماكو ساحة هنا تتأجر وتأجرون الدولة، ماكو منطقة فارغة. لا سوق موجود. سوق موجود. بس مقبط. زين ما بي لا بيع ولا شراء ويدفع إيجار. زين هذا يحير بالايجار لو سحب وحراسه ليليه ومي حتى لو يبيع ما يسد ذني. اي ما انا جاي اقول لك انا مو عندي هسه نفس الشيء. والناس الناس تدور هسه على الشارع على السريع. اي احنا طايحين بيها. لو ناس هي تطلع على الشارع المدفع هو دائما باوع دائما الفقير يطيح بيها بوجه المدفع الفقير. خما زنقيل هم بيناتهم هم ما عندهم شيء. زين تجاوزاتهم وعدهم تجاوزات على البيوت هاي المولات اللي بنوها مال من مالاتي رحمه الامه. ها ليش ما يفلشون؟ يخلي يفلشون واحد من المولات البانيه هم شبت هالمولات بالكراده بشارع فلسطين بزيونه شبت الف رحمه المناطق الراقيه مو هنا أنا. شبت كل مول شلون بانينه وش قصر فوق عليه وهي القاع مو مالتهم ما يفلشوه دخل يطبقوها على روحهم يلا يطبقوها علينا. صح شايت له غلط مو يقول القانون على الكل يمشي خلي يطبق القانون على نفسه يلا يطبقه علينا مو بس قادر على الفقير. هو الفقير يعني شنو يعني ما سوى زين انتخبك وسواك وخلاك وشنت برا خليني ساكت. هسه هم راح تجينا الانتخابات وهم الجماعة يرشحون وهم الناس هسه تنتخب لو ما تنتخب مو على الوضع هذا باوع على الوضعية. هو شغلة فلان انتخبوه راح يعينكم نفس القشمريات. هسه الناس ما معقولة لحد اليوم تنغل. والله نفس القشمريات. هذا يقول اعطيني البطاقة واعطيك ورقة. أنا أحكي لك إياها صراحة. ورقة؟ إيه. يعني 150 على كل بطاقة ورقة، واحد يطي. واحد يقول والله أنا عينكم، واحد يقول أسوي لكم شغلات هواي. راح أسوي لكم الشوارع قزاز. الكهرباء ما ترمش. والمي. إي مهم هاي شغلاتهم يعني. شايف يبني لك قصر على الرمل؟ هم ذول شغلتهم. إي. يسوي لك إياها. قمره وربيع بس هو مني يصير ويقعد على الكرسي يا ربيع يا قمره يظل الربيع عليه يشتري هناك برا يسند نفسه. اي بفضلك عيوني يا دس. اهلا بيك. اهلا ان شاء الله رزقك حلال واتمنى لك الصحه والعافيه ان شاء الله. الف رحمه على والديك. مشكورين يا طيب. عيوني اهلا وسهلا. خلينا نشوف الاخوه منين نطبوا لهم الجماعه. السلام عليكم. لا خليهم. هلا حبيبي شلون قلب؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله زين. الله زين. سولف وياي. ها سولف وياي بعد انا جيتك. يلا ماشي. ها هيجي ايش تشتغل انت؟ عربانه عايش. جد عندكم هنا عرباين ابو هو الكروه الف دينا. قد عرباين عندكم هنا وايه هم شوفوا ما شاء الله. لا اوصل لك الكاميرا تعطيني الف. اي شوف وايه يعني عالم عايش. هذا ماكو لا مدرسه. واحنا المحلات التعبانه ما نطلع للسوق. هي كلهم يعني صغار وكبار عايشين على ابو محمد. هسه تأب اليوم من تشوف هذا الشباب. هسه هذول شباب انا ايوه انا باوع عليهم يعني. لا والله شنو الشعور اللي تمر به؟ شنو الشعور اللي سببها؟ هم سببها من المتكين والشدات نظيفه. هذا السبب. اي هذا السبب. الاب والام يعني خطيتهم ذول برقبه من محمد. الاب والام وين؟ الاب والام هو كاسب يشتغل له تلقى ابوه شهيد
لو ابوه راح وي داعش والاخ من تيجي وابنه برا يتونس، صح لو غلط؟ يعني ابنه يعامل على اغنى سياره بالسعوديه يفوت عليها ويشتريها، وهذا ابوه توفى بداعش من يطي راتب؟ لازم يطلع الجاهل يشتغل زين، يشتغل زين، يشد على العائله لو يداوم مدرسه. شو بعد انتركت يعني شعار اخر انتهت، لازم لازم يشتغل ويوكل عائلته. تحيات لك ابو حمودي حبيبي، وسهلا بكم، الله يعطيكم الصحه والعافيه حبايبي. يعني عاده في هذا الجانب تحديدا انا اريد اسولف، اعطونا شباب شوي مجال، يعني تحديدا بهذه الفئه العمريه اللي موجوده اللي تشاهدوها هسه، اذا اردنا نسولف عنهم حياك الله عم انا اريد بس شويه احكي عن موضوع الطفوله. اكو عندنا عده قوانين، هسه القانون ما راح نسولف فيه لان الظاهر القانون نسولف فيه نصبح احنا مكروهين ونصبح احنا مو يعني ما ان ذنب بصراحه بهذا الموضوع، بس احنا بطريقه او باخرى حتى نوصل الرساله، انا شلون احافظ على امن وشلون احافظ على المواطن وشلون احافظ على البنيه المجتمعيه اللي موجوده واني شاب 10 سنوات ما موفر له. هسه الكبير هو اللي يشتغل، الكبير هو الكادود، هو اللي يركض على نفسه ويتعب، هو اللي يطب متاهات الدنيا والحياه وهو اللي يعيش روحه، بس انت ما موفر لهذا شلون؟ وصلتونا الى مراحل نعجز نسولف فيها، حتى كرهنا السوالف فيها. الله يسعدك عمي وانا اسف. الله يسلمك عيوننا، الله يسلمك. هاي غصب قلبك فدي يا قناه زاغروس الفضائي. ها زاغروس واحد من الناس. احنا نشكرها يعني على الخدمه الجليله. الله يخليك. انا نائب ضابط بالجيش السابق، حياك الله، وعندي حقوق يم الدوله وهي الاجازات المتراكمه. واحنا يعني صار لها يعني اكو 20 سنه ماكو، وعسس وعدونا يعني على اساس ينطونا اياها. طلعتوا مظاهره؟ أيوه. اسمح لي انا متابع وياكم. أيوه. ترى وعلى اساس تستلمون التراكمي؟ نعم. زين. أيوه. التقاعد ايش قالوا لكم؟ والله التقاعد على اساس يقولون راح اصرف هالشهر، ذاك الشهر ماكو. أيوه. وهذا الشهر وهم ماكو. زين. اي راتبكم مستمر؟ من الان الراتب مستمر لكن اجازات المتراكمه. أيوه. بس المتراكمه نطلب الاجازات المتراكمه. اي واحنا نشكر خدمتك. اي نشكر النائب رعد الدهلقي، يعني هو اللي يمشينا بيها يعني. اي يمشينا بيها. وصلتوا الحلو بعد؟ نشكره وايه والله، على اساس يعني اكو حلول بيها. اي والله. يعني اكو حلول؟ ان شاء الله اكو حلول، لكن ماكو يعني ذاك الشهر على اساس قالوا لنا تستلمون وهم ماكو. هذا خاف عمي ابو من انت؟ ابو مصطفى التميمي. مصطفى خاف ابو مصطفى حاله حال الراحل قبل هل دعايه انتخابيه لو صادق الاستاذ رعد الدهلقي يمشي صح، وهو دا يداعينا وراح للتقاعد. ما نشكره من هذا المنبر من الامين، اقول له ابو مصطفى التميمي واحنا نشكره يعني هو مو يمشينا بيها يعني راح للمدير مال التقاعد ويمشينا بها ان شاء الله. احنا نريد نشكره من هذا المنبر هذا مالكم. تحياتي وانا اشكرك جدا. الله يبارك فيك. ممنونين جدا. حياك الله. حياك الله ابو مصطفى حبيبي، دايم ورده دايم حبيبي. هسه دقيقه ونشتري دقيقه. هذه الصور يمكن موضوع التقاعد العامه هم نجيب طاريها. احنا عاده بصراحه اجيب طاريها لانه عده امور. هوايه عندنا من الناس اللي يطلعون ويانا بالبرنامج ويقولون يا ترى موضوع التقاعد ومشكله التراكمي الى غيره من الامور اللي جاي تصير. للاسف احنا بصراحه بهذا الظرف الحالي الان نقدر نسميه ظرف صعب، واللي نحتاجه هو انصاف. اللي نحتاجه انصاف في حق هذه الشرائح اللي موجوده. هسه القانون متفقين فوق الجميع، والقانون هو اللي يحل مشكله الناس، لكن اذا طبق بالتطبيق الفعلي والصحيح اللي الناس تتمناه. انا اعرف ناس تتمنى هو اللي يكون القانون مطبق بشكل منصف في حق الناس. حبيبي
هذه اللقطات حجيه وقحتيهن حجيه وقحتوهن. هذا اللي نقول عنه اذا واحد صعد على الرصيف وبسطياته تصعد على الرصيف فهذا النتيجه، تصير عرقله للناس وللاسف انه تصير يعني مكان صعب يعني بهذه الحاله تحديدا. نتمنى الاخوه المواطنين يعني اهلنا وناسنا وعلى رزقهم انه يشوفون هذه الحاله وينطون مجال للناس، ينطون مجال للناس. ما ممكن انه نفر ما يقدر يطب المكان، مضايقه التيك توك ومضايقه العربانه ومضايقه البسطيات الى غيره من الامور. ورغم انه الان الحاله اللي تلاحظوها هسه على طول الطريق كله تيك توك، يعني وكانه انت في الهند. هسه واحد يقول منو اللي طببهن؟ منو اللي سوى لهن سوق اليوم؟ سوت لهن سوق الناس، لانه الناس ما عدت تشتغل، ما عدت تشتري. فبدل ما يشتري له عربانه يلم منها ومنها حتى يقدر يشتري تيك توك يشتغل بيها، ويعوف الدراسه ويعوف المنطقه ويعوف الاساسيات بالحياه. اعطيني بالله لقطة عامة عن اعطونا شوية مجال شباب. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها مثل ما تلاحظون الآن، بصراحة صعوبة الحركة بالمنطقة، والمنطقة الآن يعني صارت بها كثافة سكانية أكثر، و أصبحت القضية يعني قضية مكان بصراحة، قضية مكان، لأنه بصراحة بهذا الظرف اللي جاي نعيشه صعوبة 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 صعوبة. هذا الحبيب شلون قلب، هذه الحركة الموجودة، وهذه هي الصور اللي موجودة أمامكم الآن من داخل سوق الأمين، سوق الشهداء المعروف، سوق الشهداء عنا. وبصراحة تحدثت كثير عن موضوع العمل اللي موجود وفرصة العمل، وبالتالي نتمنى ونتأمل أنه هذه القضايا اللي نتناولها تكون بصراحة يكون لها حل، وهذا الحل يكون منصف وما يختلف عليه اثنين، نتمنى. لكن القضية إذا تكون بهذا المستوى، المستوى بصراحة تعبان ومتعب، ما ممكن نوصل لنتيجة، لأن ما نوصل لنتيجة لأنه صارت الحالة صعبة، صارت الحالة مو هينة مو سهلة. وبشكل أو بآخر رغم الوجود يعني الحركة، رغم وجود الكثافة السكانية اللي موجودة بالمنطقة الى غيره من الامور والظروف، لكن هسه تسال اي واحد يقول لك لا والله شغل مو لوين، الشغل مو مثل قبل، الشغل بي فتور، لانه بصراحه وصلنا لنتائج يعني للاسف هذه القضيه تكون بهذا الطرق للاسف. الله يساعدك حب، تعال خويا تعال، شلونك؟ شو اخبارك؟ ويوفقك ان شاء الله. زين الحمد لله، قواك الله، الله يخليك. شلون عافيتك؟ والله ما شاء الله نزلت والله من المحل عزلنا وجاي اروح على البيت. اي والله، بس بعد وقت شغل واقف. وعلي ايش عجل سوق بحركه ناس والحركه الشعبيه على المسواق. على المسواق لان واحد مو يموت من الجوع. يوم طماطم ما عندك شو تسوي؟ تجيب طماطم طبعا، بس كملابس كهاي واقف الشغل. والحسين تجيب القطعه ب 10 دولار يريدونها ب 10000، سببها شنو؟ دولار. دولار 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 رجعنا قرن الدولار. انا والله لا انا مثل الاستفاده ماكو استفاده، جانا تجارات من جيوبتنا. والله بالحسين من تجارات من جيوبتنا يقول بلكت، قالوا ها على الانتخابات بلكت تنزل، بلكت الله واحنا عايشين على بلكت. هاي بلكت، ها بلكت وان شاء الله. زين هسه الدولار اوكي، متفقين انا وياك الدولار جهات سياسيه، وصار الدولار وصار هذا سعره، ترضى ما ترضى صار هذا سعره. تحكم رسمي علينا بعد ما اشتغل بالاستندراني،
كان استندر اجيب قطعه فرمان اللي بيها 5000 3000 بعد ارجع للتنزيلات افتح باله والله اضلي لا بعد قطعه ما تتحمل يعني اذا كنت قطعه بيها فرضا اللي بيها استفاده ب 25 لا يصير بيش قطعه اذا دراسه يصير ب 40 انا ما اشتري ما يشترون انا ما عاده قطعه ما حد يشتري يوم ب 40 اذا جاك العيد احنا ننتظر من عيد العيد موسم من عيد العيد ولا لشرشين احنا قاعدين اخوي الحمد لله والشكر الحمد لله زين مسواقك من بغداد لو تروح تسوي اسطنبول يدزول من هناك وصارت اسطنبول وشورجيا نفس الشيء صار عرض يعني يدزول قطعه فرضا منها 15 دولار هي بالشورجيا 15 دولار صارت مو هيك بيناتهم اي مقارنه نفسهم بس اللون يحكمك شورجيا يحكم عليك اللون بس تركيا لا يا لون تريده لما اعمل هذا اللون ما اريده اي هذا اللون ما اريده تنحن العلاقه بالاسود ابو الاحمر النيلي الخردل ما يمشي عندنا الاصفر ما يمشي عندنا الابيض قليل بس على موسم المدارس هاي وضعيتنا هنا ايجاراتكم ايش قد بالله هنا تقريبا 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 المحل مالته 100 سرقفلير ماخذه والمول مالته حسب موقع السوق البدايه 250 200 و150 ايجارات تقريبا من الى وابو السوق شهد الله ما عنده يطي من جيبه بالقران اصلا تمام حلفني اذا ما عنده حتى رصيد يقول له اشتغل هاك بس لا توقف محلك نعم والله عليك ايه انا شهاده هاي لي تنذكر له ابو السوق غير اذا ما عنده ينطيه يقول لي بس محلك ما يده فارغ هاي محسوبه عليك انت وبيتي جزاك الله بخير جزاك الله خير والله جزاك الله خير اول مره اشوفه اول مره انسان شايف هاي يقول لك لا اطلب مطون جاع ثم شبعت اطلب مطون شبع طاقه جورج لي هو من خير الله يزيده ان شاء الله ويعطيه الصحه ربي يوفقك تحياتنا لك الله الله يبارك فيك ويسلمك حياك الله ابو حمد حياك الله فدوى قلبك تحياتي لك الله يبارك فيك ويسلمك طبعا الزين ينذكر يعني هسه احنا الرجل لا نعرفه ولا عندنا معرفه به شخصيه ولا غيره لكن الناس هي اللي تقرر بالتالي هذه رساله للي للطبقه عليكم السلام ورحمه حبيبي للطبقة الحالية الطبقة السياسية الحالية احنا نقول الزين ينذكر ففعلا الزين ينذكر وهو غايب ينذكر وإلى إلى مستواه وإلى طريقته وإلى طبعه وإلى وضعه ولازم ينذكر وهذا اللي بصراحة اللي جاي يصير نتمنى من الطبقة الحالية انه يفكرون بالناس يفكرون باسمائهم تنذكر بخير اسمائهم ان شاء الله تنذكر بخير اذا كانوا مقدمين شيء للمواطن فحياه الناس ويومياتهم مرتبطه ارتباط مباشر صار بالعمليه السياسيه يعني اي شيء يؤثر واي شيء يتاثر بالوضع العام احنا طبعا وصلنا لذيك المنطقه ورجعنا لهذا المكان لانه هو هذا السوق هو السوق الرئيسي واحنا يمكن حتى ما يعتبون علينا الجماعه اللي بداخل المنطقه يقولون يابا تجون بس السوق لا احنا وصلنا لهناك ورجعنا حتى نقدر انه ناخذ اكثر عدد من المكان وناخذ اكثر عدد من المواطنين الاحرى هذه السلام عليكم شلونك عمي شو اخبارك؟ ان شاء الله زين شلون احوالك؟ مرتاح؟ لا لا خذ راحتك اليوم خذ راحتك صارت القضية من قد ما نتواجد مع الناس من قد ما نسولف وياهم من قد ما نوصلهم صاروا يعرفوننا شخصيا وهذا جميل جدا والله أثلج قلوبنا من يلاقوننا ويسولفون ويانا وعاشة ايديكم ورحم الله والديكم وتوصلون صوتنا وطبعا بعد متابعتهم للحلقة يشوفون كلامهم كله موجود وكله طالع وما بي مشكلة وحكيهم منطقي والفرصة أمامهم يسولفون براحتهم ردة فعلهم ولذلك احنا دائما نتواجد في هذه المناطق الشعبية في كل مناطقنا الحمد لله زاغروس مرحب وهذا اللي نتمناه انه يستمر لانه خدمة الناس شرف بصراحة اللي يقدم خدمة للناس جزاه الله خير السلام عليكم شلونك حب شخبارك هذه هي طبيعة الأسواق الشعبية
اللي عاده ما تكون. شلونك اخوي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. زين الحمد لله. احوالك؟ زين. مرتاح ان شاء الله؟ ما مرتاح من الحر. الحر؟ اي. سهله عندك كهرباء 24 ساعة. وين الكهرباء؟ ليش؟ عندنا مبردات. ماكو كهرباء. زين. ايش طلعك بالحر؟ اكثر على الباشات. الباشات. اذا تدور باشا طبعا حر. اي. ها؟ تدور باشا؟ اي. شلون تسوي هالباشا؟ انا اطبخ. انت؟ اي. انت شاطر بيها؟ اي. والله. الليمون وهاي السوالف. اي. تمام تطلع تو. اي. وحشتي. حياتي لك حبيبي. شلون اخوي؟ هلا انا شلون؟ مبارك. الحمد لله بخير. صحتك. والله بخير والله. زين. زين. طبعا حياك الله حجيه. انت دائما تطلع ويانا. وخذ انت عيني تو نام ولا تاخر؟ ايه. الله يخليك. وشرف بيك. احنا ان الشرف فيكم هوايه وان الشرف لان هاي الناس انيال اللي يوصل. اي والله العظيم على عيني وراسي وخدمتك وعلي وعلي تمر امر. شلون شغلك؟ لا والله نعمه فضيل اسمي ماكو الحمد لله والشكر. الحمد لله. انت واخوك؟ اي شو تسوي العاد؟ هاي غير هاي عيسى الراد. والله الحمد لله. يا ماكو باكر ماكو. الحمد لله والشكر. جماعه هنا زينين وياك وياك بالسوق يساعدون. زينين وياي الحمد. زينين. اي زينين وياي. سواقه كم سهل منا؟ اي عم سهل منا. انا اخذ من السواق والله. والله. شلون هسه الحركه؟ هي العصريه تصير حركه اكثر. الصبح الصبح ماكو حركه. اقول لك الصراحه. بس العصريه سدون السوق انا اكو حركه خير من الله. انا اشتغل. العصريه؟ اي. العصريه بس ساعه تبلش؟ ابلش من 5 بالستة ونص. ابلش اكو شغل خير من الله. يجون معاميري اخذهم واروح. حد من يا ساعة؟ هذا بثمانية ونص بالتسعة. أي واروح البيت. والله. بيتنا كان هنا قريب استشينا من هنا صرنا بعيدين يا جبر أبو الدين. أي نروح نمشي ونرجع مشي. الله يساعدك. والله العظيم أخوي. ديناتكم تروح. أي والله نروح مشي ونرجع مشي. الله يكون. ويلا يعني مشكورين. سلمنا عليه. سلمنا عليه حبيبي حبيبي. هذه السلام عليكم. شلون اخوي شو اخبارك؟ مشي مشي الحجي مشي. احنا عاده الاخوه بهذه الاسواق الاسواق الشعبيه تحديدا من نزورهم زياراتنا لهم حبيبي تعالنا من نزورهم زيارات هذه الميدانيه ونتواجد وياهم ونسولف وياهم في الغالب يعني عاده تسلم حبيبي عادة تكون هي ردة فعل يعني ردة فعل وهي معروفة كل فعل إلى ردة فعل ردة الفعل إحنا لحد الآن ما مقدمين لهم شيء لحد الآن إحنا ما مقدمين لهم شيء بس إحنا من نسولف وياهم ونعطيهم المساحة ونتذكرهم فبالتالي لازم نعطيهم المساحة ويسولفون براحتهم لأنهم حقهم علينا. شلون أخوي؟ هلا خالد. شخبارك؟ شلونك يا روحي؟ صحتك؟ والله الحمد لله. الثانية لو الثالثة؟ والله يمكن الثانية هاي جاينته والله بعد ما ثانية هي. شلون اخوي؟ شلونك يا روح؟ مبارك. والله الحمد لله نعم. شلون الشغل شلون؟ والله الشغل السوق ماكو تعبان. ما هاي السوق هتشوفه بعينك فارق. لا لا الحر ما له صاعد. اي صعود بالسوق كله صعود. اي يعني يمكن سعره بيش كان؟ كيلو بثلاثة ونص هسه صار الكيلو بثلاثة يعني نزل 500 دينار الكيلو يعني شنو هاي الدجاجة يعني هسه حاليا جاي يبيعها بسبعة. مفروض هاي الدجاجة تصير بخمسة بستة للمواطن عمود يعني يلا يا دوب يشتري يعني ما عنده فلوس منين يجيب يعني هسه وش بيه يعني خليني بالدجاجة 500 400 دينار جاي نبيع بيها والله يعني بعد هم صعود وركود بالسوق يمكن محرم شوية هم يصير يصعد اللحم اي صعد اللحم وصعدت الغذائية صعد اللحم وصعدت الغذائية والطماطه صعدت، الباذنجان صعد، المخضر كله صاعد هسه حاليا، يعني كيلو طماطه صار ب 1000 ونص. الخيار ب 1000، باذنجان عندك ب 1000، اللحم ب 15. اي شوي يصير سحب لو تقوى عليه فيصعدونه، واستيراد مسدود. اي ظل استيراد بس اكو شيء بسيط قليل جاي يدخل، بس هو مسدود يعني حاليا. المفروض يعني هسه هاي عندك هاي دجاجه، هاي وزنها كيلو وين بسبعه. المفروض هاي المواطن توصل علي اللي جاي احنا نبيعها ب 5000 6000 اي عيوني يا عمي هلا بك يا طيب فدوى قلبك يا حبيبي احنا بصراحه
قضية تواجدنا بالسوق، قضية معرفة الأسعار، قضية تواجدنا هي بحد ذاتها هي رسائل، وهذه الرسائل نتمنى أنه توصل. وكل الحديث اللي طلع ويانا سواء بهذه الحلقة أو الحلقات الأخرى أو الحلقات اللاحقة أنه يكون لها ردة فعل بالنسبة للوضع العام. نتمنى وزارة الزراعة مثلا تنزل السوق تشوف المواد، تشوف المخضر ليش صاعد، تنطيك الأسباب، وبالتالي هذه بصراحة المواطن اليوم يطالب بها، مو فقط أنه أنا أطالب بها، لا، المواطن يظل يطالب بها لأنه ما جاي يشوف أنه أكو ردة فعل من قبل الجهات المعنية ويسولف فيها ويذكرها المواطن، لكن للأسف ماكو ردة فعل. هذا اللي عندنا اليوم بهذه الحلقة، ومن سوق الشهداء في الأمين نتمنى الصحة والعافية لكل أخوتنا ومواطنينا في هذه المنطقة، والله ينطيكم الصحة والعافية لكل مشاهدينا الأحبة. وتقبلوا تحياتي أنا أحمد الركاب وزملاء اللي يرافقون اليوم المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى حسن. شوفكم باكر بخير وسلامة، واحد من الناس يومنا عزاك رسل الساعة 9 الصبح، والإعادة الساعة 4 العصر، والثانية بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.